فليكن إذن، وإن كان لابد من فرض ضرائب جديدة فليعفى منها من يعمل بقوت يومه. بوركت يا مولاي. تتعلم بسرعة يا سيف. ربما لأنني كنت أراقبك جيدا. هل ساءك تصرف أمي شمس؟ أظنه ساء شمسا ذاته. وأنا أيضا أظن هذا. أهلا أهلا بكم ضيوفا أعزاء. ضيوفا؟ ألن تأخذ منا أجر مبيتنا أيها الرجل؟ قيل لنا إن هذا الخان هو الأفضل في المدينة. إنه الأفضل بلا منازع، فلا يأمه إلا الأثرياء والأشراف أمثالكم. الأشراف؟ وكم شريفا يبيت في خانك؟ كان ممتلئا حتى ليلة البارحة. واليوم؟ فيه اثنان فقط من الأشراف، وصلا أمس الأول وسيغادران بعد غد. لا نريد أحدا في الخان سوانا. ولكن يا سيدي، اصرفهما الساعة وسندفع لك أجر الخان بكامله. هيا. كما تريد يا سيدي، الخان كله بإمرتك، انتقي الغرف التي تريد. تفضلوا. سنقيم هنا بضعة أيام ريثما نجد البيت المناسب الذي سنشتريه، وحبذا لو كان قصرا. أتودون الإقامة هنا بشكل دائم؟ هل هناك ما يمنع إقامتنا أيها الرجل؟ لا لا يا سيدي، ربما يجب أن نأخذ الإذن من الحاكم نهار. لا ضرورة لذلك يا سيدي، فمدينتنا مفتوحة للجميع، وهذا ما جعلنا نختارها عن المدن الأخرى. هل أدخل أمتعتكم يا سيدي؟ أمتعتنا على ظهور الجهاد، أدخلها واعتني بالجهاد. حان. تأكد لا نفقد شيئا من أمتعتنا يا حجر. هيا. هل من خدمة نقدمها يا سيدي؟ ها؟
الآن سيشاع في المدينة أن الوافدين إليها هم أقوياء أثرياء وكرماء بلا حدود، وهذا مدخلنا إلى قلب المدينة وعقل ساكنيها. سيكون مدخلنا إلى المشاكل، فلن نأمن اللصوص الذين سيحومون حولنا كالفراشات تحوم حول النار لتحترق بلهيبها. نحن لسنا أثرياء فقط، نحن أقوى الأقوياء، ويجب أن يقترن الثراء بالقوة حتى نبسط هيبتنا فنضرب عميقا في جسم المدينة. المتحدث باسمهم يدعى مصعب، أما الثلاثة الآخرون فهم حجر، أوس وحنظلة. إذن فهم عرب. مؤكد يا سيدي. وهم ينفقون القطع الذهبية بلا حساب، ويبحثون عن منزل فخم يشترونه أو قصر. قصر؟ من يشتري قصرا فهو أمير أو شهبندر تجار. وقال لي إنهم متعالون جدا ويبدون من نسب رفيع، خاصة مصعب. هؤلاء سيكونون كسبا لمدينتنا إن أقاموا فيها، فربما ازدهرت التجارة على أيديهم. ألا تظن يا سيدي أنهم يستحقون زيارة منك؟ تلدين يا مولاتي؟ ما زال الوقت مبكرا يا شمس. هل ستلدين صبيا؟ ماذا تريدين أنت؟ أن تلدي بنتا. أنا أيضا أحب أن يكون أول أبناء فتاة، لكنني أحس أن مولاك نهار يرغب بصبي. لماذا؟ ها؟ لماذا يرغب بصبي؟ ولماذا أرغب أنا بفتاة؟ لأنك امرأة. إذن فهو يرغب بالصبي لأنه رجل. لكي يصبح حاكما عندما يكبر؟ كيف تعرفين هذه الأمور؟ سيف حدثني عنها. أكان المولود صبيا أم بنتا فأنا أتمنى أن يكون في مثل ذكائك. هل أنا ذكية؟ طبعا. ولكني خجولة، أنا أستحي أن أقول كل شيء. إن كان لديك ما تقولينه لي فلا تستحي مني يا شمس. هيا، أنا مولاتك وأنا أمرك بأن تتحدثي. لماذا أبي عابس الوجه دائما؟ أبوك عابس الوجه دائما؟ أجل، لا أراه يضحك إلا نادرا. وأنت تريدينه أن يضحك؟ مثل مولاي النهار، مثلك يا مولاتي، مثل أمي. هموم الدولة يا شمس هي التي تسرق منه الفرح. ومولاي النهار؟ ماذا عن مولاك؟ أليست هموم الدولة على عاتقها أيضا؟ فلماذا هو فرحا دائما؟ يبدو أن سيف علمك أشياء كثيرة. هل أزعجتك يا مولاتي؟ أبداً أبداً يا شمس، لكنني أبحث عن الجواب. وأنا أنتظر. مولاك دائم الفرح لأنه رجل طيب، ولأنه سعيد بأن أبناء شعبه راضون عن حكمه، فهو حاكم عادل وحكيم ومحب. سمعت أنه فرح لأنه سيصبح أباً. أجل أجل يا شمس، تلك هي فرحته الكبرى.
أرى أن السيف لم يعد ثقيلا في يدك. إنه الميران يا أبي. لكن يدك ما زالت ثقيلة. ليست ثقيلة. بلى ثقيلة. هل أنت أعمى يا رجل؟ ماذا قلت؟ قد سمعتني. سمعت كلبا يعوي، أكان أنت؟ ثكلتك أمك. سلاحك إلا إذا كنت واثقا من النصر. كيف حالك يا سيف؟ بخير يا سيدي. هل أصبحت بارعا في القتال؟ لا أدري بعد يا سيدي. وأنت أيها الصافي، ما تقول في ولدك؟ إنه أمامك، حاول أن تختبره. إنني أراه مائلا من ثقل السيف. وزنه كالريشة في يدي. هذه ثقة تكافأ عليها يا سيف. هذه ثقة ممزوجة بغرور أبيه. لا شأن لغروري ببراعة ولدي في القتال، ثم سبق وطلبت منك اختباره. ما رأيك يا سيف بمواجهة ابن سليمان؟ أقبل نزاله. سيف، أنت تعرف أنني أستطيع هزيمته يا أبي. لا يا سيف، هذه ليست ثقة، هذا تهور. فولدي يكاد يكون نصف مقاتل. إن كان النصف فأنا الكل. لا، لم يعد هناك ما يحكى يا سليمان. هذا تحد سافر لولدك، فلنهيئ لهما نزالا. وأنا جاهز له. أرجو أن تنسى الأمر يا سليمان. إن كنت واثقا أنه أهل لنزال ولدي، فأنا راغب في معرفة ذلك. لن أدع صبيا يتجرأ عليه. قلتها يا سليمان. سيف، صبي ولا يؤخذ بكلامه. قل إنك تخشى على ولدك من الهزيمة أيها الصافي. إن هزمه ابن سليمان، فأية خسارة لولدي وهو الأصغر. لن يهزمني يا أبي. حسنا يا سيف، هو لك، فإياك أن تغلب على يديه. أتراقبون يا رجل؟ أنا أتسوق مثلكم يا سيدي. ولكنك لم تشتري شيئاً. أنا أتفقد ما سأشتريه غداً. هل أنت لص؟ لا لصوص في مدينتنا يا سيدي. أنت بحاجة إلى المال إذن. لا يوجد إنسان لا يحتاج مالاً يا سيدي. خذ. لست متسولا يا سيدي. اهلا بكم، اهلا بكم في دكان العطارة الاول يا سيدي. تفضلوا، تفضلوا ايها السادة، تفضلوا.
أنا فخور بك يا سيف. أبي، أريد أن تكون شمس حاضرة أثناء نزال خصمي، فهي تحب أن تراني وأنا أقاتل. ماذا لو غلبك أمامها؟ أنا أريدها أن تحضر كي أقوى عليه. كنت أظن أن والد شمس هو الوحيد الذي يمتعد لأن شمسا تحب اللعب معي، لكن أمها فعلت ذات الشيء، فقد انتزعتها بعنف لمجرد أنها جلست إلى جانبي. سيف، لا أريد أن ترى شمسا بعد اليوم، يعني لا أريد أن تدخل حديقة القصر. أبو شمس طلب ذلك. أنا أطلب ذلك، طالما أن الوزير وزوجته يرفضان لعبك مع ابنتهما، يجب أنت أيضا أن تحجم. تعني أن أظل في البيت طوال الوقت؟ عندما قيل لي إن هذه المدينة خالية من اللصوص والمتسولين انتابني الشك، ولكن عندما لم أرى فيها متسولا هل للأمر؟ كيف يتفق أن تكون خالية من اللص والمتسول؟ إنها سياسة الحاكم نهار. يقول صاحب الخان إن البلاد لم ترى حاكما يحظى بحب الناس واحترامهم كما هي الحال مع نهار، ولهذا اخترت هذه المدينة دون سواها، فحيث يختفي اللصوص والمتسولون يحل الأمن والأمان، وحيث يحل الأمن والأمان نحل نحن. أتدرين يا شقاء، لا أنكر أن حبك كان يملأ جوانحي طوال السنين من زواجنا، ولكن ما حدث بعد أن أصبحت أما؟ لم أصبح أما بعد، إنها مسألة شهور قليلة، وأرجو أن لا تقاطعيني. ما حدث بعد ذلك أنني بدأت أحس بدفء الكون، اتساع أفقي وعظمة ملكي. ما الذي ينقصني لنكون الأسعد في الدنيا كلها؟ لا شيء. وعندما يخرج طفلنا إلى الحياة سنجد أنفسنا نثب إلى الفضاء وثبا نحلق، فلا تعرف الأرض ملمسا لأقدامنا. أريده وهو يفتح عينيه على الدنيا لأول مرة أن يعرف أنه ابن نهار وأنه الوريث لعرشي. سأصنع منه فتى يفوق كل الفتيان في كل شيء، في ذكائه، في سرعة بدياته، في فروسيته وشجاعته، وفي علمه أيضا. سأزرع فيه الحكمة كما تزرع النبتة في الأرض الطيبة، حتى إذا شب عن الطوق شب عارفا لمهمته في الحياة، وإذا جلس على الكرسي عرف كيف يحكم، وإذا حكم حكم بعدل ونزاهة أبيه وجده. ما بك؟ لا شيء. ألمح خوفا في عينيك، أكاد أتلمس خوفك بأصابعي. ما الذي يجعل الخوف يقفز إلى وجهك فجأة وكيف؟ لست خائفة. بلى يا شقراء، وأنت لا تعرفين الكذب. ربما هو الحلم الذي رأيته فجر اليوم. حلم؟ أي حلم؟ ولماذا أصابك الفزع؟ الحلم يبقى حلما حتى لو ارتعشت أوصاننا بسببه. تعرفين أن للأحلام دلائل، فقصي علي حلمك. رأيت أن المخاض جاءني وسط النهر الغربي، لم يكن من أحد حولي يعينني، ورحت أصرخ بملء حنجرتي فلا يخرج منها صوت، إلى أن سقط الطفل وأخذته مياه النهر بعيدا عني. Thank you.
سلمت يداك يا رباح. قد فاتك عراك جميل يا أوس. مع من تعاركتم؟ مع 5 فتيان أشداء، وتركناهم فئرانا تجري مزعورة لتنجو بجلدها. وأبو الصادق قد افتعل العراك. أجل، رأيتك وأنت تصدم الفتى عامدا. كان لابد من ذلك يا حنظلة، وإلا فكيف يعرف الناس أي الرجال نحن إن لم يتم ذلك من خلال عراك وفي السوق الرئيسية للمدينة. الآن نحن في عقول الناس أقوياء أثرياء وكرماء، وقد تركناهم يفرون، فنحن أيضا متسامحون، وهذه الصورة كفيلة بأن ترفعنا في أعين الجميع، فتقربنا منهم وتسهل علينا مهمتنا. أراك صامتا يا سيف. لم تترك لي كلاما أقوله يا أبي. إن لم أدخل حديقة القصر فأنا خارج القصر كله، فماذا أفعل في الممرات؟ تفعل في قاعة التدريب طوال الوقت. أظن أن الوزير عباد قد أبعدني عن القصر كله، ربما كان يكرهني كما يكرهك، لهذا وحتى لا أقتل وقتي في فراغ لا طائل منه يجب أن أتعلم صنعة يا أبي. صنعتك هي العلم، صنعتك تجدها في هذه الكتب. لن أكف عن قراءة الكتب يا أبي، إنما سأضيف إليها صنعة تصبح مهنتي في الحياة، فتجعل مني رجلا يعتمد على نفسه لا على أبيه المستشار. هذا قول يثلج فؤادي يا سيف، لكنني أريدك أن تكون عالماً حكيماً في المستقبل. سأكون عالماً وفارساً مقاتلاً، ولكنني أريد صنعة أيضاً. كأن ثمة صنعة أخذت بمجامع قلبك وأنت تجد حرجاً في الإفصاح عنها. ليست هناك صنعة محددة يا أبي، المهم أن أجد عملاً أفلح فيه. إذن عليك بصنعة تجد الهوى في نفسك بحيث تقبل عليها بشغف وتجعل منها عجينة بين يديك. أشر علي يا أبي. عليك بصنعة تقربك من الكتب ولا تنفرك منها. ما رأيك بصناعة العطور؟ أنت تحب الورود فلا بأس أن تعمل بها. غدا سأتحدث إلى أبي جبلة، فهو أفضل صانع عطور في البلاد. إذن ستبقى هنا للحراسة كما بقيت أنا البارحة. أتمنى لك عراكا تغلب فيه. لن يكون هذا أبدا يا حنظلة. وهل اعتدنا أن نغلب في عراك يا حنظلة؟ صدقني يا سيدي، إنه أجمل منزل في المدينة كلها، فإن أردت أن تتيقن قدتك إليه لتراه. كم يبلغ ثمنه؟ سنتحدث في الثمن بعد أن تراه. لمن المنزل؟ إنه لي يا سيدي. أتريد أن تبيعني منزلك؟ إن كان يفي غرضك فلا والله لا أرده. أتبيع منزلا تسكن فيه؟ وأين تذهب بعائلتك؟ يشتري لها بيتا صغيرا وبفرق الثمن يتزوج مرة أخرى. ثكلتك أمك يا رباح. إنما أداعبك يا سيدي. ماذا قلت يا سيدي؟ قلت إنني أفكر بشراء قصر. القصور نادرة هنا، قد تجد بعضها في أطراف المدينة، لكنك لن تجد من يبيعك قصره. متى أستطيع رؤية منزلك؟ الآن، الآن إن أردت يا سيدي. لا، ليس الآن. أنت أراك أصبحت في حال أخرى. أنا كالحرباء التي تبدل ألوانها. الحرباء تهرس رأسها حصن صغيرة،
إن كنتم ترغبون في استئجار الخان فاصرفوا النظر، لأنني قد استأجرت الخان كله. بأي حق؟ بحق المال الذي دفعته لصاحب الخان، وبحق الراحة التي أبحث عنها وأصحابي، وبحق خشيتي من ضيوف ثقلاء يوقظون غضبي. ويحك، أنت تتحدث إلى وزير الدولة. أهو الوزير حقا؟ ومن يجهله يا أبا الصادق؟ أهلا بسيد الوزير عباد على الرحب والسعة. يجهله من لا يعرفه يا أبا المنذر. سيدي معذرة يا سيدي. من أين أنتم يا أبا الصادق؟ نحن من دولة سراج الأكحل يا سيدي. أوف 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 أوف، إنها في أقصى الأرض، وقد اخترنا أن نكون في أقصاها الآخر إن كنتم ترغبون في إقامتنا عندكم. أي عمل تمارسون؟ التجارة يا سيدي. أنا شهبندر تجار دولة سراج الأكحل، وهؤلاء أصحابي كبار تجارها، أوس بن الأكرم وحجر البكري، وأنا مصعب بن المهند. ولماذا تركتم دولة سراج؟ سيدي كثر التجار فيها حتى ضاقت بنا. وهل تنهون الإقامة هنا طويلا؟ إن وجدنا الترحيب والضيافة، وإن كانت مدينتكم مناسبة لنا فلم لا يا سيدي. سيدي الوزير، لماذا نتحدث هنا؟ تفضلوا إلى الداخل. صحيح أنني ضيف عليكم، ولكنكم الآن في ضيافتي. تفضلوا إلى الداخل يا سيدي. أبا المنذر، اجلب لنا ما لذ وطاب يا أبا المنذر. هيا. أين سيف الحاكم الذي أهداك إياه؟ تركته في المنزل. ولماذا ترتدي هذه الثياب؟ لأنها بسيطة وتناسب العمل. أي عمل؟ العطارة. هل ستعمل في العطارة؟ ربما اليوم هو اليوم الأول. وفي أي دكان ستعمل؟ في دكان أبيك. ماذا؟ أريده أن يتعلم صنعة تكفيه عوز أيام نجهل ما قد تعود به علينا، وقد اعترف لي أنه يحب صنعة العطارة دون سواها، ولم أجد خيرا منك معلما لولدي. ومن أخبرك أن أبي سيوافق على أن تعمل معنا؟ ولماذا لا يوافق؟ لأن الدكان لا يحتمل أن يكون فيه ثلاثة عاملين. وكيف أرفض طلبا لرجل أغرقني بجمائله؟ لا تقل هذا يا أبا جبلة، ثم أنني سأدفع لك ثمن تعليمه الصنعة، حتى إذا ما أتقنها عمل عندك بأجر تدفعه له إلى أن يصبح قادرا على فتح دكان خاص به. أتريدني أن أعلم ولد الصافي وأخذ نقودا؟ إنك بهذا تسيء إلى صحبتنا. حتى إن وافق والدي فلي شروط. أي شروط؟ أنا هنا الآمر الناهي، أنا من يستقبل الزبائن ويتحدث إليهم، وخاصة النساء منهن، فلا أحد يملك موهبتي في ترغيب النسوة بشراء العطور. أهلا بك عطارا يا سيف، يمكنك أن تباشر العمل من الساعة، سأعهد بك إلى جبل يعلمك ما تعلمه. ومن سيستقبل الزبائن؟ أنا أفعل يا جبل. إذن أتركه في عهدتك وعهدة ولدك. إنه في أيد أمينة أيها الصافي. سيف، لا تنسى أن لديك مبارزة مساء اليوم. مبارزة؟ هيا يا سيف. أردنا أن نجرب حظنا خارج دولة سراج الأكحل. مررنا بكثير من المدن وأقمنا فيها بعض الوقت، ولكن هذه المدينة مذ دخلناها أحسسنا أنها ستكون مقرنا الأخير. إن كنتم ستقيمون للتجارة فأهلا بكم، أما إن كنتم تبحثون عن الشغب والشجار مع العامة فقد أخطأتم المدينة. أظنك أبلغته بالشجار الذي جرى في السوق. حسان أحد عيوني في المدينة، وهو يخبرني بما يدور فيها كي لا يخفى علينا في القصر ما يدور في الحواري. ولكنه لم يبلغك يا سيدي بأننا رددنا على تحرش بعض الفتية. أبلغته ما رأيت. لقد أغلظ الفتى في القول يا سيدي، وما كنت لأسكت على إهانة ولو كنت ضيفا.
لكن وصفه للمعركة التي دارت يشير إلى أنكم مقاتلين أكثر منكم تجارا. لأننا مقاتلون قبل أن نكون تجارا. على صاحب المال يا سيدي أن يكون قويا ليحميه، وإلا أصبح نهبا للصوص والطامعين. وبما تتاجرون يا أبا الصادق؟ بكل نادر وثمين. لدينا أقمشة موشاة بالذهب وعباءات ليس لها مثيل، حرائر من كل صنف، وأسلحة مطعمة بالأحجار الكريمة. ماذا لو أريناك بعضا من بضاعتنا يا سيدي؟ أسلحة لا يحملها إلا المترفون. إنها باهظة الثمن يا سيدي، ولا تليق إلا بمن يقدر قيمتها. عظيم. إن كانت هذه بضاعتكم فأنتم لا تتعاملون إلا مع الأثرياء. وهذا بيت القصيد يا سيدي، وإلا فكيف نميز أنفسنا عن التجار الذين تعرفونهم؟ لقد كنا في دولة سراج الأكحل قوة في التجارة لا تضاهى، حتى نفذ منها الموسرون فرحلنا عنها. ترى هل سنجد رواجا لبضاعتنا في مدينتكم؟ ربما ليس بمقدور الكثيرين هنا شراء مثل هذه البضائع، ولكن مع هذا ستجدون من يتخاطفها. أفضل ما تفعلونه هو شراء حانون تعرضون فيه ما تحملون. وهذا ما كنا خارجين من أجله. سمعت أنك تبحث عن قصر لتشتريه. لا تقل لي إن حسانا من أبلغك هذا الخبر. ألم يقل أن له عيونا في كل مكان؟ وهل يشمل هذا الخان بمن فيه؟ اطمئن يا أبا الصادق، سنجد لك بيتا أفضل من القصر. أكون ممتنا يا سيدي، فأنت بهذا تخلصني من منزل صاحب الخان الذي يريد أن يبيعني إياه قصرا. والآن سيدي الوزير اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الهدايا المتواضعة تعبيرا عن سعادتنا بمعرفتكم. هذه هي كل الورود التي تصنعون بها العطور؟ لا لا يا سيف، هناك ورود أخرى وأزهار خاصة لصناعة العطر المميز. أين هي؟ إنها في مكان أمين لا تطاله الأيدي. والحقيقة أبي يخفيها عني كي لا أتلفها، فهي باهظة الثمن لأنها تأتينا من وادي الثعالب. وادي الثعالب؟ أجل، إنه واد بعيد محفوف بالمخاطر، وهناك رجل واحد فقط يستطيع الوصول إليه. إنه أبو الركاب، وهو من يأتينا بتلك الأنواع النادرة. كيف تصنعون العطور؟ هذا يحتاج إلى شرح مستفيض. هيا هيا سيف، لقد تأخرنا على والدي. هيا. لم أرى قماشا من هذا النوع قبل الآن. هذا غيض من فيض ما يحملون. إنها هدية تليق بالملوك، ومعها هذا الخنجر أيضا، إنه من الذهب الخالص والأحجار الحرة الكريمة. أما أنت فكان نصيبك الأوفر. انظري هذه القلادة. لماذا يقدمون لك مثل هذه الهدايا؟ لأنهم كرماء أكثر مما تتخيلين. ثم لا تنسي أنني وزير الدولة وهم ضيوفنا، والضيف يطلب ود مضيفه، فكيف إذا كان المضيف وزيرا؟ أين شمس؟ قابعة في مخدعها منذ ساعات، خرجت مع جاريتها إلى الحديقة، وعندما لم تجد سيف عادت أدراجها حزينة. ستعتاد الأمر، ستعتاده.
أهلا بسيدي، أهلا، نورت السوق كله بزيارتك لنا. هذا ولدي جبلة، عرفته البارحة، إنه ذكي وصليت اللسان أيضا. لساني في خدمتك وخدمة الأفاضل يا سيدي. أريد أفضل العطور وأغلاها ثمنا. لك يا سيدي أم لزوجتك؟ جبل، لست متزوجا، لا أنا ولا أصحابي. جعل الله إقامتكم دائمة بيننا حتى نرى أولادكم يجوبون أسواقنا ويشترون عطورنا. هذا سيف، سيف صديقي، وهؤلاء السادة هم زبائننا الجدد. سيف، ويحسن القتال بالسيف أيضا. اليوم مساء لديه مبارزة مع ابن سليمان قائد الجند. مبارزة؟ حف عن الثرثرة يا جبلة، وسأعلمه أيضا صناعة العطور. أتحسن القتال فعلا أيها الصبي؟ سيدي، إنه يقاتل كالفرسان، ورغم أن خصمه أكبر منه سنا إلا أنه لن يصمد في وجهه جولة واحدة. ومع هذا فهو ليس مثلكم يا سيدي. لو رأيتهم كيف يقاتلون لأدركت أنه ما زال أمامك الكثير لتتعلمه. ألا تقول شيئا أيها الصبي؟ إنه خجول أكثر مما ينبغي، ربما لأنه ابن مستشار الدولة. أنت ولد الصافي؟ تفضل يا سيدي، هذا هو العطر الذي طلبت. ولماذا يعمل ابن الصافي في صناعة العطور؟ لكي تكون له صنعة يقتات منها. عطر أخاذ فعلا يا أبا جبلة، أريد كل ما لديك منه. الحقيقة يا سيدي ليس لدي سوى قارورة أخرى، ولكنني أستطيع صناعة الكمية التي تطلب. افعل يا أبا جبلة، فعطورك تلزمني للتجارة. بأمرك يا سيدي. لماذا لا تحمل سيفك يا سيف؟ المقاتل لا يبارحه سيفه. ما حاجتي للسيف أثناء العمل؟ السيف قوة نحتمي بها من غدر الظروف. في مدينتنا هذه لا ظروف غادرة تحيط بنا. أرجو أن تغفر له جرأته يا سيدي، فقد أكسبه والده العلم والثقة بالنفس والعنجهية أيضا. هل جنت لتتحدث إليه بهذه الطريقة؟ أنا رددت على سخريته، ولكنه لم يسخر منك. لأنك لم تراقب لهجته ولا نظراته. اسمع يا سيف، هذا التكبر قد يفيدك في القصر، أما هنا يجب أن نحترم جميع الزبائن وخاصة هؤلاء. أنا لا أحترم من لا أحبه. ولكنه لم يفعل لك شيئا. بل فعل. أنت أحمق صبي عرفته. من أين قدموا يا أبا شمس؟ من دولة سراج الأكحل. وقطعوا كل تلك المسافة إلينا؟ لم تكن دولتنا غايتهم يا مولاي، كانوا يبحثون عن مكان ملائم لتجارتهم، وقد استقر بهم المقام هنا. ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء يا مولاي؟ لأنهم من كبار التجار؟ بل لأنهم يملكون من المال أضعاف ما تحويه خزينة دولتنا يا مولاي. عرفت منهم أنهم يستعدون لتسيير قوافل كبيرة إلى كل أنحاء الأرض، وستكون محملة بكل بضاعة تخطر في البال. هذا يعني أن دولتنا ستكون الأقوى تجارية. بفضل أربعة رجال؟ بل بفضل رجل واحد يا سليمان، هو شهبندر التجار أبو الصادق مصعب بن المهند. إن كان وجودهم بيننا خيرا لدولتنا فمرحبا بهم. ما أحوجنا إلى تحريك عجلة التجارة في بلادنا، إنها خليقة بتحسين حال الناس هنا. حسن، فلتأتي بهم يا عباد، وليحلوا علينا ضيوفا أعزة. لم تقل لي أيها الصافي، أما زال ولدك مصرا على مبارزة ولدي؟ لم أعهده يتراجع عن قرار يأخذه. عن أي قرار وأية مبارزة تتحدثان؟ إن كان ولده بتلك الجرأة والصلف فكيف يكون أبوه؟ يقولون إن الصافي رجل يحيط نهار بكل الحرص والحذر،
وهو له الدرع الواقي من أي ضعف يمكن أن يهاجمه، وهو مسلح بالحذر والوعي الشديدين، وفوق كل هذا إنه مقاتل من الطراز الأول. هذا يعني أنه سيكون حجر عسرة في طريقنا. قد وضع مصعب هدف نصب عينيه، ولا يكون الصافي أو سواه حائلا دونه. أحسنت يا أوس، أحسنت. لن يقف أحد حائلا بيننا وبين ما نريد. وكأنني أرى ببصيرة النافذة أن الوزير عباد هو من سيهيئ لنا الدخول إلى عالمنا الذي ننشد. ماذا أفعل لشمس؟ تعرفين ماذا تفعلين بها؟ أعرف، ولكني عاجزة عن الفعل. ما يقلقني أن ثغرها لم يعد يفتر عن بسمة صغيرة، دائما متجهمة، ودائما تخونها أعصابها لأتفه الأسباب، وكأنها فتاة في السادسة عشرة يضطرم فيها العشق. ربما هو بداية العشق. هذا ما يخيف زوجي عباد، يخاف أن تنقلب المودة بينهما إلى عشق مع الأيام، فإنما العشق صغيرا صار من المستحيل اقتلاعه. ماذا تقولين يا سمية؟ أيبلغ زوجك هذا الغباء؟ العلاقة بين سيف وشمس علاقة أطفال يحبون اللعب. هذا ما ألهج به طوال الوقت دون مفائدة. إذن سوف أتحدث إلى نهار لينزع هذه الأفكار السوداء من رأس زوجك. لن يقدر أحد على نزعها من رأسي. أتدرين يا سمية؟ لو كانت لي طفلة لرجوت سيفا أن يعنى بها. إنه ابن الصافي، وهو يجمع العلم والخلق الطيب والذكاء، وفوق هذا فهو مرهف الحس يقطر منه الأدب والحياء. عباد لا يرى فيه إلا ولد الصافي الراعي الذي أصبح مستشارا. أتقولين الصدق يا سمية؟ أرجوك أن تكتمي هذا في صدرك، فهذا أمر لا يعرفه سواي. لم تقل لنا يا أبا الصادق، هل ستشتري متجرا حقا؟ سنشتري أكثر من متجر دون أن نعمل بها. سيشرف عليها أحدكم، حتى القوافل التي سنسيرها سأضع رجل ثقة يكون مسؤولا عنها. نحن لم نأتي إلى هنا من أجل التجارة، ولكن علينا أن نبدو تجارا دائما، نربح من التجارة دون أن نكون تجارا حقيقيين. لم أفهم يا أبا الصادق. إن تعذر الفهم عليك يا حنظلة، اقترب الحمق منك.